شاوي رمضان، شاوي رمضان مع أمل بن محمد. الأربعة وفينا 40 دقيقة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا. مازلنا معكم في شاوي رمضان للستة ونص، امتى العشية وقيد صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا كل عادة، كما كل يوم معنا أخصائية التغذية شايمة فيها. مع السلامة شايمة. عسلامة مولا، شحوي لك لباسة؟ الحمد لله. لبيك يعيشك، مرحبا بك معنا شايمة. دونك البارح حكينا على الإمساك وحكينا شوية شايمة على سوء الهضم. البارح أنا سألتك وقلت لك الإمساك هل أنه عنده علاقة بسوء الهضم؟ قلت لي ليرا وما عندهمش علاقة ببعضهم. دونك اليوم اخترنا نحكيه على موضوع سوء الهضم في رمضان، الأسباب متاعه وطرق بين سيغ باش نتفادى الوجيعة متاع المعدة هذيك والسوء الهضم اللي نحس به. اي والله هي فرصه باش احنا حكينا عليهم هكا ورا بعضهم في علاقه بالجهاز الهضمي، في علاقه بالرمضان، باش نوضحوا خاطر سوء الهضم ولا ما يسمى بعسر الهضم هي كلمه عاميه. يعني اي مشكله تتقلقهم في الجهاز الهضمي يقول لك عندي سوء هضم ولا عندي عسر هضم. البارح كي حكينا على القبض قلت القبض هو كل ما عنده علاقه بالقولون، معناتها بالمصرنه الغليظه كما نسميوها. بالنسبه لعسر الهضم هو عنده علاقه بالمعده. يعني دو بروبليم ابار. كيف ناكلوا جينيرالمون الحموضه اللي في المعده تقلق، يقول لك انا ناكل نتقلق ما عادش نجم ناكل، معناتها يصير بلوكاج. وهوني نسالوا معناتها التشخيص يفرق. لو كان يحس بوجيعه، الوجيعه ما عندهاش علاقه بالتغذيه جينيرالمون، يكون ثم مشكله نتاع قرح، قرح في المعده، والا كل ما عنده علاقه بنوع من انواع من الامراض نتاع الجهاز الهضمي كيما لي زانفيكسيون. معناتها هوني يلزمنا طبيب مختص في الامراض الجهاز الهضمي هو اللي يعمل التشخيص ويعطي الدواء المناسب. داكوغ. لكن القرحه تنجم تتاثر وتزيد تتقلق بالنصيان، تنفسروا من بعد كيفاش. وثم اللي يقول لك كيف ناكل نحس كيما لامبوله منفوخه في كرشي، هوني فم معدتي متقلق ومعناتها قلق غاز جينيرالمون عنده علاقه بكل ما هو بالانتفاخات وبالغاز. وهوني الماكله تعمل له هي القلق هذا. لهنا غيرمون تكون عندها علاقه بالجين ديتيتيك ولا بالماكله. فوالا. دونك اكثر مشاكل تصير لنا في رمضان ولا دي تتقلق وتتحير لنا في رمضان، وهوني عندها برشا اسباب. اولا تغير اوقات الماكله نتاعنا، الكاليتي نتاع الماكله، ناكلوا ياسر المقلي، ناكلوا ياسر العجين، ناكلوا ياسر الحلو. الكونتيتي زاده تفرق، نوليو عندنا الوقت نتاع الماكله صغير، دونك نحاولوا ناكلوا برشا. هذه عوامل الكل تاثر لنا على عمليه الهضم. ونحن نعرفوا اللي عمليه الهضم عندها علاقه راهو برشا حاجات، فما الانزيمات نتاع الكبد يدخل في عمليه الهضم، فما البنكرياس يدخل في عمليه الهضم، وفما اللعاب الريق نتاعنا. دونك هوني هذما المشاكل تنجم تسبب في عسر الهضم ولا القلق في الهضم. يعني اي ديفو اي خلل في حاجه من الحاجات هذه ياثر لنا على عمليه الهضم نتاعنا. وقت نبداو صايمين العصاره الهضميه اللي كنت حكيت عليها قبل وقلت هي تخرج باش تهضم لنا الماكله نتاعنا، الفرز نتاعها يولي اكثر. دونك العباد سورتو اللي كنت حكيت عليها من قبل اللي عندهم القرح يتقلقوا، خاطر هي العصاره الهضميه سيتاناسيد. القرح هو جرح في المعده، يجي عليه الاسيد هذاك يزيد يسبب الحريق، وذاك علاش تولي فما وجيعه. تولي فما وجيعه، هذاك علاش قلت لك راهي مش كيما الانتفاخ والغازات كيما الوجيعه، راهي الوجيعه تكون قرح. وتعمل زاده مشكله الحموضه الجير، برشا عباد يتقلقوا زاده من الجير. صحيح صحيح. وهوني باش نعطي انا باش نعطي الحاجات اللي لازمهم يمتنعوا عليهم، يعني الحلول باش يتفاداوا الانتفاخات والوجيع والقلق نتاع عسر الهضم. وهوكا اللي يعمل في عكس هذا يعرف اللي هو راهو معني بالامر. دونك اللي يعمل في عكس هذا يولي يعمل الحل اللي انا باش نقول عليه. اول حاجه اذا نقلوا من المقلي، احنا يسر نقليو، يعني سواء ناكلوا المقلي ونتغرموا بك الباني والملفوف في الفرينه والعظم والمقلي، ولا نقليو برشا الماكله نتاعنا وهي راهي مش صحيه التقليه. يلزمنا معناتها نخلطوا الماكله في البارد ونطيبوها على الغاز بالمي، معناتها التقليه ياسر ماهيش باهيه. الحاجات المعلبه توتكي كونسونتري، الماكله الحاضره هذه تقلق المعده. هذه معناتها انا تو باش نعطي اسباب الانتفاخات لازم نحيوهم كاريمون، معناتها نتجنبوهم. الفحات برشا، فما عباد تفوح برشا بالفلفل الاكحل ويقلقهم. الطماطم الكونسونتري تقلق خاطر هي فيها لاسيد، فيها برشا حموضه. دونك انا ما نقولش نحيوها كاريمون، لكن حاولوا على الاقل نخلطوا شويه بالتومات فريش وشويه بالتومات كونسونتري. ما تكثرش معناها، ما نكثروش. فوالا لي بواسون غازوز اون جينيرال، فما برشا عباد يقول لك انا نشرب الغازوز باش نهضم.
وهو راهو الجازوز يعطل عملية الهضم والكافيين اون جينيرال. دونك الجازوز ماذا بينا نتفاداوه. فما عباد بسيشيكمون تحب حاجة غازيفي، نقول لهم عوضوا بالأو غازيفي، على الأقل فيها أقل غاز من الجازوز في حد ذاته. الكافيين، أنا كنت حكيت على الكافيين وعملنا له حلقة خاصة الكافيين والتاي والقهوة، ما نحاولوا ما نفوتوش زوز كيسان ويكون خفيف. لو نحكي لك على فما عباد ملي آخر يد من شقان الفطر يعملوا أون كاس كبيرة نتاع قهوة كحلة يقعدوا يترشوا فيها لآخر وقت وما باش يرقدوا. أي صحيح. يعني نحكيوا على دي كونتيتي إنورم نتاع قهوة نتاع كافيين، هذه تعمل الحرقة وتقلق فيها، خاطر هما يأثروا على الأنزيمات اللي هي متسبب اللي هي ما تتعاون في عملية الهضم. دونك هوني باش يصير بلوكاج، عملية الهضم باش تولي بطيئة، وهوني يصيروا مشاكل نتاع الغاز نتاع الغاز اللي في المعدة ويتقلقوا. الحلو برشا سورتو ما ناكلوش الحلو ديريكتومون بعد شقان الفطر، يعني نرتحوا المعدة نتاعنا وناكلوا. لازم نقسموا الوجبات. فما عباد ياكلوا ياسر ورا بعض ياكلوا كونتيتي كبيرة ويتيحوا فيما يسمى بالتخمة. دونك يلزمنا نقسموا الوجبات وناكلوا على مراحل. العباد اللي يعرفوا الريحة، مروك انا ديما نقول هالكلمة هذه، الانسان طبيب نفسه. العباد اللي يعرفوا الريحة ما عندهم مشكلة تاع دي غاز ودي بالونمون، خاطر فما عباد راهو عندهم المشاكل على باز مقبل رمضان والف غاز في رمضان. دونك اللي يعرف روحه يتقلق من الماكله، اللي يعرف روحه كيف ياكل في ساعه ما يتقلق، ما يكسرش على المعده نتاعو، يحاول الغوبا نتاعو يقسمه. يعني شقان الفطر ينجم يبدا بالتمر والماء، ياخذ شوربه والسوب معناتها السوب والسلطه، يرتاح نصيف ساعه ولا سويعه وبعد يكمل بلا برينسيبال. دونك اذا نقسموا الوجبات يلزمنا ناكلوا في عقلنا، يعني تاكل مرتاح كيما حكينا قبل شيما، هو حتى للناس نورمال انت تنصح حتى الناس العاديين اللي ما عندهمش مشاكل ياكلوا بالمرتاح، فما بالك الناس اللي عندها سوء الهضم باش يتفاداو المشاكل هذه، ما بالك اللي عنده ألاباز المشكله يعني اونكور بيغ، يتفاداو الماكله اللي تسبب الانتفاخات. انا كل واحد يعرف روحه. فما عباد اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي باغ اكزومبل الحمص والعدس والفول يقلقهم يعملهم الغاز يتفاديوها. فما اللي يعرف روحه كي ياخذ لي برودوي ليتي يتقلق يتفاديها. فما عباد تقول لك انا كيف ناخذ العظم نتقلق. دونك الحاجه اللي يعرفوها على باز تقلقهم يتفاديوها، اي سورتو في رمضان خاطر ديجا الجهاز الهضمي يكون ديليكا. المضغ عنده دور مهم، يلزمهم يمضغوا بالكدي، على خاطر كيف يمضغوا بالكدي يعاونوا المعده باش توصل لها الماكله ديجا مهضمه في الفم. يولي ما يخليش المعده تخدم دوبل، خاطر المعده كي تولي تخدم في خدمتها هي وخدمه السنين اللي مفروض توصل لها الماكله مقفقه للمعده، تولي المعده تخدم بالزربه باش تقبل عليك في ساعه الماكله وتهضمها، ما عادش تخلط وتولي تسبب لك الانتفاخات، يكثروا لي غاز الي بالونمون. نتفاديو الماء في وسط الماكله، خاطر كيف تشربوا برشا ماء والعباد هذا مش يخطوا مع شقان الفطر ما يفوتوش كاس ماء، خاطر الماء يعمل ديليسيون للوعاب نتاعنا، ريقنا يولي ديلوي والريق ديجا فيه انزيمات اللي هي تبدا عمليه الهضم في الفم. كيف نشربوا برشا ماء تصير ديليسيون، يعني نفسه مشكله العصاره الهضميه كيما نقول ما تشربوش برشا ماء باش العصاره الهضميه ما توريش ديلوي وعملية الهضم تكون بالكدي، كيف كيف بالنسبة للعاب نتاعنا. دونك الماء وقت الماكلة نتفاديوه. شنو باش نقول آخر؟ سبور. سبور عنده دور في عمل باش نتخلصوا ماكلي غاز ولي بالونمون، نحاولوا نعملوا حركة. العباد اللي يعانيوا من زيادة في الوزن ننصحهم قبل المغرب، يعني ساعة قبل المغرب هو أحسن وقت باش انهم هما ينشطوا الامعاء نتاعهم، يبداو يعملوا في سبور يحضروا الامعاء نتاعهم باش تستقبل الماكله، وفي نفس الوقت تذويب الشحوم. دونك العباد اللي تحب تضعف، العباد اللي ما تحبش تضعف ساعتين بعد شقان الفطر يعملوا مارش خفيفه تري بيان وما يرقدوش ديريكتومون بعد شقان الفطر. ما يلزمنيش ناكلوا كل شيء وقت المعده باش تبدا تهضم ولا سيركيلاسيون سانغين مركزه في المعده نتاعنا باش تقوم بعمليه الهضم، نحن نمشيو نرقدوا ونفرعوا اكا سيركيلاسيون سانغين، ينقص معناتها المعدة ما عادش ولي إيريكي بالكدي بالدم، تولي عملية الهضم تصير بطريقة بطيئة. الماكلة اللي باش تهضم في نص ساعة تتهضم في ساعتين. أي وقتها باش تزيد عليك المشكلة أكثر. بالنسبة للسحور شيما، كالعادة قبل بساعة سافا ولا الناس هذوما لازمهم أكثر وقت؟ يلزمهم، أما المهم الناس هذوما ممنوع أنهم ياكلوا ويرقدوا ديريكتومون. يعني يلزمهم ساعة قبل النوم يتسحروا ويتسحروا ديما الياغورت ماذا بينا، خاطر يفو فافوريزي لي بريبيوتيك. احنا عندنا لي بروبيوتيك، لي بروبيوتيك مهمين. علاش؟ على خاطر احنا عندنا
مشاكل نتاع بريبيوتيك. العبيد اللي عندهم مشاكل في عصر الهضم تلقى عندهم مشاكل نتاع البريبيوتيك. البريبيوتيك هما البكتيريا اللي موجوده في الامعاء. هي البكتيريا النافعه راهي اللي موجوده في الامعاء بتاعنا وتحسن لنا من الترانزيت انتستينال. وقت البكتيريا هذه ما تتغذاش بالكدا. وعلاش ما تتغذاش؟ على خاطر نحنا ما ناكلوهاش اسي دو الياف اللي انا ديما نحكي عليهم. دونك العبيد اللي جينيرالمون تلقى عندهم المشاكل هذه مرات تلقى ماكلتهم يصير فيها العجين وفيها توسكي ايبيسي ومفتقره الماكله نتاعهم للالياف اللي هي موجوده في الخضر والغلال واللي هي موجوده زي في الحبوب الكامله. دونك هوني يلزمنا ناخذوا برشا لي بروبيوتيك نلقاهم في الياغورت. الخمير نتاع الياغورت نلقاهم في البرغر ونلقاهم في الخضره بانواعها ونلقاهم في الحبوب الكامله. تري بيان. دونك في السحور ماذا بهم ان برودوي ليتي ياخذوا ياغورت يحطوا فيها الشوفان كما كنت انا حكيت في السحور. وانا قاري المشاكل هذوما الكل كي عطيتهم السحور مثالي وكي عطيتهم شقان الفطر راني قاري حساب المشاكل هذه الكل. فوالا معناها نتبعوا جوست معناها بالنسبه للسحور وشقان الفطر وكيفاش تاكل وقداش تشرب ماء وكل شيء هذيك متفاهمين فيه. لكن الناس اللي تعاني من سوء الهضم اليوم عطيناهم حاجات ا ايفيتي لازمهم يبعدوا عليهم كومبليتمون وكيفاش ينجموا ياكلوا معناها تيلة شهر رمضان باش ما يتقلقوش من المشكله هذيا. بيان سور وينجموا يعملوا تيزان نتاع البسباس. معروف البسباس احنا نعطيه ديما حتى المراه اللي تبدا ترضع وصغيرها عنده الغاز نقول لها اشرب البسباس خاطر هو يساعدنا في ان نتخلصوا من الغازات نتاعنا. العباد اللي عندهم ديما المشاكل هذه ينجموا يعملوا تيزان نتاع البسباس ويلزمهم ياخذوا بعين الاعتبار حاجات اخرى تاثر على سوء الهضم. قله النوم. العباد اللي ما ترقدش بالكدا والكاليتي نتاع النوم نتاعها مش باهيه تاثر لها على عمليه الهضم. والتوتر الستريس خاطر فما عباد يقول لك عندي العصب في المعده. دونك التوتر عنده دور. ليتيزان ريلاكسونت باهيين. الاكتيفيتي سبورتيف باهيين. اون بون دوش قبل شقان الفطر باهيه. معناتها فما ايجين دو في معينه نعملوها باش نقصوا من الستريس خاطر ما نجموش نحيو الستريس كومبليتمون ما يتنحاش. اون دو جيري اي فوالا نتعاملوا معاه. يعطيك الصحه شيماء ميرسي بوكو على النصائح هذه الكل. شهية طيبة يعيشك. شهية طيبة فوالا كانت.